اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. كما قلت لكم سابق الفاصل نعود مع الشباب واركم وضيوفنا في هذه الفقره. شباب كما قلت لكم لا ينتمي لاي جهه سياسيه ولا ينتمي لاي جهه حزبيه، ما عنده مشكله، مشكلته الوحيده هي هم المواطن الموريتاني لا يسعى له، ما عندهم شيء مرخص ولا شيء ما مرخص. الترخيص الوحيد اللي عندهم عن الموريتانيين ويالتهم يساعدوا اي موريتاني ضعيف، اي موريتاني محتاج. رحبوا معي اعزائي المشاهدين علي الشيخ والبومديان، مرحبا بك وسهلا. اهلا ورحبوا مالي معايا بسيدي بويا محمد مبابا. ها والشباب اعزائي المشاهدين طبعا على رؤوسهم اسم اتحاد الفيسبوكيين. علي الشيخ هو امينه العام وسيدي بويا هو مسؤول الانتساب فيه. ها والشباب وظيفتهم اعزائي المشاهدين واضحه، وظيفتهم هي تلوث المشاكل معاناه المواطن الموريتاني. ولهذا السبب انا دائما مناصرهم، دائما نجيهم، دائما معاهم بهم، اللي هدفنا مشترك، نشتركوا في روايه واحده هي ازاله الهم، ازاله المشاكل عن كاهل المواطن الموريتاني بقدر الامكان، كلنا باستطاعته، كلنا بمقدرته، كلنا بطريقته اللي الاساليب اللي فايدوا قد يعدم بهم. سابقا نبدا الحوار مع هؤلاء الشباب، لكن نعطوا تقرير وخلناه الاسبوع الماضي او بدايه الاسبوع الماضي تقرير عن شغلته بعد الترحيل، نرجع نناقش هاي الشغله معاهم ونشوفوا ابعادها وحيثياتها. نطلب مخرج عن وقتنا الروبورتاج وعاقبه نعودوا نوفر الفقره. ضمن مواكبتها لهموم المواطنين وما يحتاجون اليه، رافقت عدسه الوطنيه بعضا من الشباب الموريتاني في حملتهم بحي الترحيل، والتي وزعوا فيها عددا من السلات الغذائيه والمياه الصالحه للشرب. الهدف من النشاط هو كان مساعدة ناس محتاجة. نشاط كان فيه الحمد لله حملة سقاية وفيهم اللي شيء من مواد غذائية، إن شاء الله يتقبل منا وشكرا. سكان الحي أشادوا بهذه المساعدات مؤكدين أنها أتت في أوانها، شاكرين هؤلاء الشباب على مبادرتهم القيمة. وداري الله تبارك وتعالى يعطيك إن شاء الله مجازات. ها ندورهم كل يوم، ندورهم كل زبر كامل ان شاء الله. انتم ان شاء الله تجينا معيدينك على هذا ان شاء الله. ها ودائما اللي بيكون عنايه حتى مسنا حيين وفاصلين بيكم، دور تزوروا ان شاء الله وزور عند مولانا ان شاء الله. طول عمركم ان شاء الله وجزاكم الله خيرا. غلاء أسعار المواد الأساسية الضرورية في الحياة اليومية من أكبر المشاكل التي تواجهها الأسر القاطنة في الحي كما يقولون. ضغط صندية يعني غايبة نسوه 100 وعين نسوه 150 ومارو 180 سمعتوا والدقيق 280 والحم قاع ما هو خالد قاع الحم قاع احنا ما هو خالد سمعتوا والله نقعد نبقوا نزون الطوابير الحم يجينا خضرة هو يجينا سبوا ما فيها لا 50 لا 60 لا 70 احنا ما عندنا احس الفقراء لا عندها سيدياتهم. مبادرة شبابية أزاحت بعض الهم عن سكان حي الترحيل لتعود الابتسامة على محيا الأطفال والنساء، وكلهم أمل بتكرارها حتى تدوم السعادة ولو لحين. العالية مسعود، الوطنية. إذا تابعتوا معنا أعزائي المشاهدين، تابعتوا معنا هذه الفقرة. لا نبدأ بداية مع سيدي بويا. سيدي بويا لا هي هي السؤال الاول يطرح نفسه، شنو اللي اريل تتبعوا انتم كهذا الشباب مجتمعين في البلاد، شنو اللي تتبعوا لاستهداف هالنوع من الاحياء؟ الطريقه اللي تعرفوا بها هذا الحي كانوا فقير ولا ما فقير شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم. بدايه خلينا نشكر قناه الوطنيه على مواكبه النشاطات اللي نقوموا بها، مشكورين. وكذلك تحيه لكم التالي الصادق، ولا شك ان برنامجك هذا برنامج انساني وضاف نوع في الساحه الاعلاميه ودورها في المساعدة وإيصال هموم المواطن. وشكرا لك على إتاحة الفرصة للمرة الثالثة وهذا مشكور عليه. نحن كشباب اتحاد الفيسبوكيين ونود نعود ما نمثل جميع الفيسبوكيين، لكن كشباب اجتمعنا، كنا أصلا تجمعنا مجموعة على الفيسبوك هي اللي كانت أصلا تربطنا، ومن خلال ذلك المجموعة هي اللي تولد اللي قالوا اتحاد الفيسبوكيين لنصرة المظلوم. وإضافة إلى ذلك نحن حاولنا بما ان حقيقه
عندنا وقت بدي يعود ما كنا نعدلو في الشي حاولنا كان الوقت اللي عندنا فراغ نحاول كان نوجه ولا نسلط الضوء على اللي قالوا شي يخدم هذا المواطن البسيط اللي شفته في هذا التقرير حالا اللي حقيقة كان ذاك اليوم قاع فرح بالنسبة لنا كوننا محتكين بهذا المواطنين اللي حقيقة مواطنين كانوا في أمس الحاجة ذا اللي قدمنا لهم وكانوا أمس الحاجة مولي ذا اللي قدموا لهم زملائنا والناس اللي ماشي معانا في نفس المنهج اللي قابلين ولا شك كان فهم غيرنا الحمد لله قائم بنفس الدور ذا هو لكن نحن ولله الحمد حاولنا كان نسلط الضوء في ذا النشاط الأخير اللي قمنا به اللي واكبتوه انتم مشكورين قناة الوطنية سلطنا الضوء لأن أولا بعثنا ودرسنا الجهة اللي يالتها تستفاد من هذا من 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 هذا المشروع اللي قمنا به وكانت حقيقة حاولنا كان نقيس المناطق الهشة وعدنا حولها دراسة واكتشفنا عن فماتها بعض والله جوانب من هذه الأحياء الهشة اللي نحن ما نقدر نبدو عليها بشكل عام بهم لي مجهود حقيقة متواضع والأعضاء هم اللي جزاهم الله خير مشكورين زملائي في الاتحاد حاولنا كان كنا يبذل قصار جهده من أجل رسم البسمة على هؤلاء الناس اللي شفت تركتيها اللي كانوا حقيقة أبنائهم تشوفهم أكو ما كانوا تقول عنهم مستبشرين خير يستحموا تحت الركور اللي ماشي منهم هذا السبب شنو لأنهم قاعد ندرة المياه عندهم قاعد بصفة حقيقة لا ما قد حد يصورها ولهالي قاعد طم ترعي في الناس جابت بيدوناتها ولذلك حاولنا كان نقوم بحملة السقاية اللي عدنا مؤخرا وحاولنا ملي مع ظروف المتواضعة اللي عند الأعضاء كان مالي نحاول كان نقدم ولا نساهم في مجال ان نوفر لهم مواد غذائيه على الاقل تكون موفر لهم حاجتهم نهار ولا اثنين اذا راجع اصلا لان ما حتى عندنا ذيك الامكانيات كامله اولا نحن نعتمد هنا على هاي الانشطه اللي نقوم بها مجهودات شخصيه من نحن ولذلك عندنا مالي صفحه لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ننشر عليها النشاط اللي نقوم به وننتظروا على أن يعود همات إياها محسن إياك يمد أن يكون يدعون والحمد لله نشاط اللي قمنا به مؤخرا فتنا درسنا نحن وطرحنا على طاولة النقاش والحمد لله ووخذنا ذاك اللي يكلف النشاط وشرنا على الصفحة كان زار الله خيرا محسن قال مصطفى اتصل بنا على صفحة الفيسبوك وتكفل بحملة السقاية اللي شفت وكان حقيقة مشكور شاكرين من هنا تيها القناة الوطنية وراجين إن شاء الله لأنه يعود أنذال وياسرين يساعدونا في هذا العمل اللي قايمين به وداروا الجزاء الله عند الله تبارك وتعالى وإذا كامل قايمين به الله بمجهود الشباب مجهودات ذاتية متواضعة مولي لأقصى حد قلت لك شباب من بينهم اللي يشتغل من بينهم المزال اللي يقرأ ومن بينهم العاطل على العمل لكن اجتمعوا بقوة وعزيمة وصرامة وجاد عليهم القضية وقايمين إن شاء الله بها بالنهاية الخير كله بالشباب الشباب يجتمعوا الشباب صحيح صحيح والله علي الشيخ ما عندكم تخميمة عنكم تستهدف المدير الداخل المدير الداخل مالي عنده مشاكل من هالنوع والله الإمكانيات ما تسمح والله شين القضية أنا ملاحظ على نشاطاتكم أنا متمحورة بنواقشوط فقط ولم يسلح مرحمه بشكل اتصال لديه مكتري صادق سابق موضوع ما ينسي عن فترة رمضان أنا بطل برنامجك احنا متابعوا وفهم ياسم الناس دائما اجبرهم ويقولوا عنهم عدم مدمنين عليه معناك في رمضان ما توخونا مثلا لا يحاكموك صحيح ما يخص الموضوع نحن مدرنا الداخلية دائما نفكروا فيها يقول نحن اي الوالي عدلوا هنا يدرسوها فهمت نحن كان عندنا فكرة والشيء كنا كان برنامج عن نقسو قدم بوت وكذبات بلوماتية ذاك الدبايا كان برنامجنا يقال المشكلة كما قالك سيدي بويا المشكلة من قد إمكانيات فهمت يقال كامل مع العزيمة يدور لا يخرج مع الفكرة موجودة مطلوبة يعني الفكرة موجودة وفهمت موجودة نستغلوا عليها ونحن قاعد عند ياسم من أفكار يقال نحن نصنع طبيعتنا هو دائما نجبر واحد يقول اتحاد ما يعرف اتحاد الناس عم نشوفه احنا اتحاد مجموعة الشباب فهمت وعندنا مجهودنا الخاص فهمت محدود يقال اي نشاط يعدوا نشاط لو كوا ما تقدر حد تكلم عنه كذا ما تحد قد شكر لي اي شيء سو شنو ما عندنا شنو شي دارسينه هذا الشيء ومتقون متقون معنا ما قلت لكن احنا قد كل وقت عندنا نشاط يقال شنو الانشطه تقول ما هي مدروسه دائما فيها خطا ما ورطك فرصه وتبر فيها خطا يقال روايه تعدلها باش تصلح يلا هو شهر اثنين تدرسها تدرس الأماكن اللي تقيس فهم من خلال ذاك لا يعدل النشاط
وكيف نشاط ناقة نشاط ناقة التالي الحمد لله جبرة جبرة زخم إعلامي. تحية من هون لمونتي كاردو، تحية مولي للوطنية كاع هي اللي ثانيا تحية مولي لمجد الخليج، وتحية للأصدقاء قصي والشباب اللي في الكويت، تحية لهم حتى، وإن شاء الله مع مرور الزمن قد يدهم نشاط مع حد من هذه الهيئات الخيرية اللي موجودة في خارج الوطن إن شاء الله. رجعنا سيد بوي هون لهنا، نرجع لقضية التمويل. أنتم قلتوا عنكم تمويلكم تجبروه لا بمساعدة بتبرعات ذاتية من الأعضاء، والله عيدوا تجبروا فاعل خير، ما قطيتوا حاولتوا استهداف وزارات ولا قطاعات حكومية تحاول أو حاولتوا عنكم إرسال رسائل لرجال أعمال؟ هون رجال أعمال خيرين قدوا يعاونوكم. شفت هي الفكرة، أولا نحن بدأنا على أن هون نحاولوا يا كان نعتمدوا على روسنا هنا تجاهها، بين نحتسبوا عنا مزنا مرحلة نشأ ما فتنا عندنا ذكية ذكما هنا عندنا دراسة ذكية معمقة وذكية اللي تستهدف ياس المناطق. لا نحن وركتيها نلعبوا لا على نقطة واحدة، معنا مشتركين ياس النقاط ياك نلعبوا لهم. لا عندنا هنا تجاه شمل الأعمال نقوم بهم نحن خصيصا، كيف مثلا اللي قمنا به في الماضي في الأسبوع الماضي، هذا هون حاولنا نحن يكان نعدلوه بمجهود شخصي ذاتي، ما اضطرنا أن ندعو أي رقاش ولا نرسلوا أي بطاقة دعوة لرقاش أنه يساعدنا في القايمين به، لا صياني سياسي ولا صياني شخص آخر. لا هنا تياها عندنا احنا اللي نقالوا المجهود ذاتي هو اللي نحاول يكان نوصلوا به لرقدينا نوصلوا من فعل الخير. ولا شك أن هنا تياها اللي هي نقول لك أن من خلال اللي نعدلوا عندنا شيء قالوا الزيارة نعد نقوم بها هنا خارجنا شيء من بعثات عندنا هنا تجاه شيء من الشباب اللي قاطن في هاي الأحياء العشوائية واللي قاطن في معظم المقاطعات، ودائما يخبرنا عن حالة ربما تعود في أمس الحاجة أن مدة تجي وتحاول كانها تصورها، بما أن في نشتغل على فيسبوك نصوروها ونكتبوا عنها ونظهروها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدين نحاول كان من خلال نيفة نشارة نحاول كان نلجؤ البعض من المنابر الإذاعية، بين في برامج منابر إذاعية عندها برامج إنسانية مثل مواطن مباشر، مثل برنامج والله إذاعة كوبني، كذلك برنامج عند الأخت مرخيري بنت عبد الله في إذاعة مراكشوط الحرة صباح مراكشوط، كان يوم الأربعاء الساعة 10 مخصص حلقة إنسانية، دائما الأخت جزاها الله خيرا كذلك مقدم برنامج مواطن مباشر دائما يتفاعل معنا بهذا النوع من النشاطات، مشكورا جزاهم الله خيرا. ولذلك نحاول كان نقدموا أكثر شيء قدوا نحن نعدلوه، نزورهم ونتكفلوا بنقلهم احيانا، نتكفلوا بذاك القد ان احنا نعدلوا من ان حاول كان واحد منا كنا ذاك اللي يارتو يقدم من اجل زرع البسمه على شخص اخر ومن اجل معاناه اسره كانت فقيره ولا شيء، من خلال بعض من فاجات المنابر. ودائما قال الحمد لله هاي الاستضافات اللي تعدل لهذول الاشخاص الا يستفادوا، ولله الحمد الا بلا طيب على كل حال والله يجبر المحسنين ذاك الشيء يا غير بعض هنا تجاه نعتمد ومزلنا في اللحظه بذات الا على روسنا، ولان اللي ما بين عنا رقاش عادي دار يشترك معنا في العمل ولا شيء، ما الله اهلا به وسهلا وفاتحين الابواب كامل، وصفحتنا ذيك على الفيسبوك وان شاء الله تعالى جاهزين لها كامل، وعندنا رقم ضان ان شاء الله تعالى نقولوه للمشاهدين في نهايه هذه الحلقه، حتى كامل عنده ملاحظه والله حتى كامل عنده شيء يفيدنا به، وحتى كامل يستشارنا في روايه والله حتى كامل حاسب رقاش عرف عنه بمثل حاجه المدى طلع مشاكله ومعاناته للراي العام، به الاعلام يلعب دور كبير في المجال اللي هو فعلا هو الاعلام هو استاذ متلس. اسمح شويه قبل كلام زميلي سيدي بويا، كما قال لك واحنا مجموعه من الشباب، بعض الجمعيات ودائما ودهم في سوء تفاهم بين مده معينه، يقول احنا يتنافسوا دروش فيما بينهم، فهمت؟ احنا الحمد لله مجموعه من الشباب، فهمت؟ والحمد لله متفاهمين بين رقم عامل السن بينه ولا فرق السن اللي بينه، واحد يكبر من واحد يصغر عندي يقدر فهم احترام بين فهمت خارج نهار دائما في يوم كان كيما قال لك الشباب في واحد يقرا واحد يشتغل واحد ما واحد يمشي قدام ايام كان نجاوب بلاصه معينه كيف شي من المقاهي ونجاوبهم يقعدوا وتما ردوا نحن بالمعنى الطبيعي غير تلاقوا كنا يسوى الاخر عند البيت اللي ساكن فيها كان يجبر من حالات انسانيه وهكذا ذاك كنا تو نشتغل هذيك الوالد ودي لا حديث طبيعي وعادي بيناتنا يقال نحن من خلال تتبلور فكره في راسك وتتفكر في تشقل بك انت تجبر مجموعه من الشباب
اي كلهم عنده فكره معينه، انا احدى واحده تصفي وانا احدى واحده كذا وكذا وهكذا، تبدا الفكره تجيك انت، يعني فوت تجيك انت الفكره كذا مثلا، جات انا الفكره يعني قاعد من مراجع يعني الشباب عن الفكره هاي كذا، كان شنو رايكم فيها؟ ما كل واحد يقول رايه في الفكره، في الاخير حد منه ما له عنا اي ولا عدو فهم تشاور فهمت، رغم اني فهم بعض من الشباب من بدايه نشاه الاتحاد اداره من سيدي بويا ومنهم بعض الشباب الاخرين، وانا شاكرهم على صرامتهم شاكرهم ولي عنهم لحد الساعه ما زالوا متمسكين بالاتحاد وجادلهم، بين انت ولا ما جادلك ما قاعد تساعد في شيء. هذا يجيب لي سؤال اخر عن رمضان عن الابواب هذا قريب صحيح، وانتم نشاطاتكم اساسا خيريه، شي نشاطات لا تعدوا في رمضان كان فتو طرحتوا نشاطات لا تعدوا في رمضان طرحتوا درستوها وتحانوا بها رمضان؟ رمضان عندنا هت نشاطات تقريبا والله احتمالات نشاطات يخربوا. الشهر الاول اتصل بي الدكتور ونامس الدنيا وقال لي عن الشهر النشاط التالي في تقريرنا للوطنيه ومشى رساله لهذا في صفحه الفيسبوك، وقبل ما تواصلت انا معه وطير رقم تليفون تلفنتو، قال لي عنه هو مستعد هو يجاور معنا فاس لفاس فهمت، وتناقشوا قضيه هاي يساعدنا هو عن عدم استشاره طبيه كيف يكون الناس اللي جيناهم عدم استشاره طبيه ذيك وحده، استشارات طبيه مجانيه بس. الثاني اتصل بي صديقي واخيرا الشاكر من المنبر خالد ميدريس رئيس فنيه تشكيل موريتانيا هو عنده فكره قال عنه في رمضان احتمال يعدلها ليقيس طب انكولوجي هذاك ويفهم عمل يعدلوا في بعض تقسيم لبعض من الادويه البعض من هذا وقاعد نختيوتهم عمل مشترك في بين احنا هو وراني الاخ خالد دائما شكر به دائما نوع من القضايا يقوم بها هو وغير من المثقفين اللي نحن نتصل. المساله الثالثه كان احنا عندنا احتمال يعني احنا عندنا تقسيمات زاجيه، هاي تقسيمات تولد فريده من نوعها لانها سابق رمضان عندنا تقريبا نهارين ثلاثه كامل زي احتمالات ندرسوهم فهمت؟ يعني ولد تقسيمات المواد الغذائيه المتخصصه قال ما هو كيف فرق يعود اكثر كميه ان شاء الله والجايه ان شاء الله اللي هو اللي ركزوا عليه معنا هم عندنا هلت نشاطات ان شاء الله قد احتمال عدو في سابق رمضان. مشكلتهم لا تعود الا الدعم المادي اساسا. مش الدعم قال الاخ مصطفى كيف ما قال لك هو انا شكرا لان الاخ مصطفى تعهد لي عنه هو جندي من اتحاد فيسبوكيين وعنه اي شيء في الاتحاد انه مستعد يعدل جزاه الله خيرا. فهمت قطع اتصل لي عادي به التليفون جزاه الله خيرا. سيد دبي هنا نطرح لك سؤال في قضيه قلتها لي، قلت لي عن بعض من اتحاد الفيسبوكيين عن هو عدل نشاط ولا شيء، انتم انت كمسؤول انتساب ما عندك يعني تلاقوا تعدلوا نشاط ولا روايه تعيطوا تستدعوا الجميع والله عندكم نقولوا تقريبا جروبات ولا مجموعات كل مجموعه مخصصه لنشاط معين؟ دائما من خلال اجتماعاتنا اللي نعدلوا اللي ندرسوا عليها القضيه اللي نقوموا بها دائما نعتمد هون على اللي قالوا المكتب التنفيذي هو اللي نعيطوا له بالتحديد. هو الاتحاد الفيسبوكيين ما شاء الله فيهم ياسم الاشخاص اللي راسه على الخاص واللي يطلب انه ينتسب لهذا الاتحاد يا غير ما هو موجود يا غير احيانا انت لو عندنا صفحه تقول تعود خاصه ما تبان للعاميه تقول تعود خاصه بالاعضاء بنفسهم هي اللي نعدلوا عليها مشاريعنا وهي اللي نخطوا ندرسوا بها القضيه اللي نقوموا بها خلف الكواليس خاصه بنا احنا وتتيح للناس كامله انها تشارك في غير ما العاميه ما تشوفها. هذا هو الوكالكتيا هم اللي حسب النشاط اللي نقوموا به وحسب المجهود المساعده الماديه اللي كلهم تلحقوا ليتواجدوا في يوم محدد ويستلمها المكتب التنفيذي وبعدين المكتب التنفيذي هو اللي يشتغل على المشروع اللي مقيوم به. ولا فما تياها ياسم الاعضاء يقعدوا ما هم موجودين اعلاميا ولا يحضروا لاجتماعاتنا يا غير موجودين وخلف الكواليس ونتلاو نضطر انه ندعمهم لمساعده في النشاط اللي نقوموا به. الحمد لله يستجابوا للدعوه ويعودوا ويساعدونا ماديا ويساعدونا مادي معنويا اذا احتجنا لهم به كامل لا تشارك بعمل الخير. هنا تجانا تسمح لي صار شوي لنقول على ان نحن ولله الحمد توجد فينا اليوم اكثر من 6000 جمعيه في موريتانيا صحيح حسب التقارير اللي نسمعها. جمعيه من ضمنها هذه 6000 من ضمنها جمعيات ناشطه في العمل الخيري، من ضمنها جمعيات اخرى ناشطه في اعمال اخرى من التوعيه وكذا 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 وكذا.
ها ورك انا راه هنا تياها علن اللي تعود واللي نعرفه نحن بعد منهم يحسب على روسه الصابر اللي فاعل في العمل الخير اللي فاعل على أرضية الواقع يحسب على روسه بالعمل الخير ولا قاعد بشكل عام بشكل عام بشكل عام يحسب على روسه الصابر بين اليوم انا متابع الحدث ما نقدر نسمي لك اليوم اكثر من 20 جمعيه هو واخذ عن أزيد من 5000 جمعية ما نسمي لك أكثر من 20 جمعية هذا يجره على نقاد جعود ما فهم محتاج هذا يجرنا على نقاد جعود كل نهار فيه حملة سقاية كل نهار فيه توزيع للمواد الغذائية على الأقل كل جمعية تتكفل بمقاطعة هذا تجبر للسنة وهذا كل نهار خارج جمعية فلانية تقدر تنشط في المقاطعة ما والصبح تنوب عنها صاحبتها به اللي 5000 عدد كبير شاهدوا حقيقة هذا التقاعس من درس السؤال يطرح نفسه هذه الجمعيات وين هي هذه الجمعيات جارت عامل الترخيص مهم هذا نعرف هذا الرقم نعرف لا عن طريق الإحصاء لترخيص الجمعيات ومن خلال هذا الترخيص هو اللي صبحت 5000 جمعية غير 5000 جمعية موجودة يارت الجهات المعنية اللي ترخص لهذه الجمعيات يارت تم أولا تراقب النشاطات اللي تقوم بها يارت تراقب الأشخاص اللي جايين ياك يعدلوا جايين ياك يرخصوا الجمعية ما هو تم لا يجتمعوا اثنين والله ثلاثة ويقوموا بشوي ويرخص لهم وراء ذلك يقبوها يقبوها بمرد آخر ولا تلاوي ينجبروا معنا نلاحظوا على أن الساحة اليوم على أن هذه الأحياء أنها وجود جمعيات الخيرية فيها متالي هذا يضيفين في رواية أخرى شتنا قال هو صحيح من ناحية شتنا عندي برنامج كنت عند النت قال هو سخط مواطن وقت مرة عيط لواحد من الترحية سويته على حلقة يوتيوب سويته عن الجمعيات منادم قال لي أنا قاعد الجمعيات ما قاعد أسمع بأخبارهم فهمت هو اللي قلت لك ذاك هو اللي جاتني من ذكرى عن رنقسو بل الترحيل بلاصة اللي قالوا هو عن جمعيات بلاصة قال هو عن ترحيل أنواع كي زاد أطراف فهم طرف أقرب هو للدشرة وجبروا الماء وجبروا فهم يعني تمشي دورة تجبر الناس قال لي ما هم جابرينه كيف تقل الشفتر وضوء قاع ما قلنا الشيخ خارج ناس سندر والحم قاع هو ما عرفت من قال هذا كما قال لك سيدي بويا يرجع لاش يرجع لعن داوم الجمعيات كامل غير 5000 انتم ما ينشطوا كامل ديني تحسب كما قال لك وعشرين جمعية رح نتابعه ما شاء الله عندنا بهم علاقات وطيدة ما انا عند ما انا عند الله حد يقول فهم رقابة كما قال لك هو اللي هاو الجمعيات بيدي ما قلت هذا اختنا نقولوه قد جعود لا قصر غير اختنا اللي نوصل هذا مهم جدا ها مهم جدا 6000 جمعية قاع الرقم لما كان عند 6000 جمعية اللي تعود كلها تعدل النشاط واحدة ولا تم تعدل النشاط مرة كل حوالي 500 ولا 6 صح ما خسر عليش هذا انا ملاحظه واخترته يعود موريتان كل نهار في نشاط كل نهار وكل مقاطعة للأمانة الشطة الثانية جيت منها رغم ذلك هل ترحيم أنفسهم أو الجمعيات شاكع من تابعين الدولة فهم تسولونا قلنا نحن جمعيات ما عندنا علاقة بها نحن جمعيات من الشباب وعنده ما عندنا هذا يدل على شيء يدل على الناس محتاجة يا أخي الناس محتاجة فين تشوف الحياة هم يعيشون حياة تشوفها في قمة التعاسة أنا صراحة إن شفته والله رجعني قلبي ثانيا يمكن أن توقع جاني واحد وقال لي عنده طفل في تقرب صغير وقال لي احنا ندور حد يساعدنا ونشم الدواء منه اللي نشوف حالاتهم متالي نعطيك تجيهم وتشوف ونشوف الحياه انا دائما انا ذاك تقريبا شهر حوالي شهر في الدار البيضاء انا نعتبر حي منكوب انا شخصيا حتى الكوفه سويا الكوفه قد عدنا في نشاط مع شركات الكوفه حي يمسك عنه ما شكع شكل في الوالد لان صراحه ما معطيناهم اي عنايه وتعرف يلا هاو الجمعيات تعرف شو معروسهم والله مولي يعرف لهم حد شي جدول رقاب وقد شي جمعيات المجتمع المدني الموريتاني عنده مشكله يعطوا يعرف له شيء غير فهم هيئه هي لا تعود مسؤوله عنها اذا لو نحن الوقت سرقنا قلنا المخرج عن وقت الفقره وفو حديث شيق كنا نقول لا يتواصل يقر كل فقره عندها وقت محدد علي الشيخ ابو مدينه أمين عام اتحاد فيسبوك شكرا لك على هذا المراجع عن لا تتقدموا فيها شقة تعدل وكيفك سيدي بويا محمد مبابا مسؤول انتساب جزاك الله خيرا وشكرا لكم جزاكم الله خيرا انتم الشباب يعطيكم بعد السوى اللي خلق طالب انا منكم عكس السوى اللي خلق ما قادركم شفت سياسة كلكم قدروا على توجه السياسية كو قدروا على زر المواطن سياسة ما يكره السياسة ما تكره لا تشرب لا تندار المرجع المواطن يختار كين مماره عن جميع سياسيين العالم
موقع موريتان. معنى عنكم معنى عن ذاته يستهدف له هو بي هو اللي فاصل هو المحتاج هو اللي نتيجته في الدنيا ونتيجته في الاخره مولي. سياسه بلا نتيجه في الاخره مش هيك. جزاك الله خير. الاستاذ مصور شيء اخر هو قام لقنا دور عظيم. والله 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 انا شيخ شيخ انا شيخ من اكثر مصور يمشي معي بالحالات. والله لقام دور كبير. شكرا لك شكرا لكم. اذا اعزائي المشاهدين بهذا تنتهي هذه الفقره الثانيه من